بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. مظاهر الاتباع والابتداع في الحج. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام حجاج بيت الله الحرام إلى هذه الحلقة الأولى من برنامجكم مظاهر الاتباع والابتداع في الحج، والذي نسعد ونغتبط كثيرا بأن يجمعنا مع عالم جليل هو معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حفظه الله، ليحدثنا حفظه الله عن الوجه الصحيح للحج ومناسك الحج وأدائها على الوجه الذي شرعه الله تعالى وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نستعرض مع معاليه حفظه الله مناسك الحج حسب ترتيبها وحسب مرور الحاج عليها إن شاء الله تعالى. نمر عليها بإذن الله تعالى على الترتيب لنستعرض وإياكم مظاهر الاتباع والابتداع في الحج. مرحبين بضيف البرنامج ومضيفه معالي الشيخ صالح، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. نستأذنكم بأن نبدأ هذه الحلقة بإجمال حينما من يريد الحج وسعى للقيام به على أكمل وجه، فما الذي يشرع له من بدايته منذ عقد النية مرورا بالميقات وما يتعلق به من سنن عند الشروع بهذا المنسك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنه يجب على المسلم قبل أن يدخل في أي عمل أو أي عبادة أن يتفقه في ذلك العمل أو العبادة بتعلم أحكامه، لأجل أن يوديه على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، مخلصا النية لله عز وجل في كل عمل يعمله في الحج وغيره، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، لأن لا يكون فيه شرك ولا ريا ولا سمعة ولا محبة طمع من مطامع الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالمسلم يخلص العمل يخلص النية في عمله لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الكرام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأصغر. فسئل عنه وقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فهذا خطر عظيم على المسلم. قد لا يكون المسلم مشركا بالله الشرك الأكبر الذي يحبط جميع الأعمال، ولكنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر الذي يحبط العمل الذي يخالطه، وهذا هو الرياء. وكذلك مطمع الدنيا، أن يعمل عملا يريد به الحياة الدنيا. سمعتم في الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعلى المسلم أن يتفطن لذلك. الشرط الثاني أن يخلص عمله لله، أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في عمله ويقتدي به، ولا يحدث شيئا من عندها ومن عند غيره. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا
ما ليس منه فهو رد. وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلى المسلم قبل أن يدخل في العمل أن يتفقد نفسه مع هذين الشرطين الأساسين: الإخلاص لله والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحج، فإن الحج من أفضل الأعمال. ولهذا قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. فقوله أتموا الحج أي أدوا مناسكه على الوجه المشروع المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد حج صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني مناسك حجكم كيف تؤدونها كما أديتها. كما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. قد قال الله جل وعلا في جميع الأعمال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعلى المسلم إذا أراد أن يحج أن يتفقه في مناسك الحج من أجل أن يؤديها على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم متبعا له في ذلك، ولا يتبع العوائد أو التقليد من غير معرفة، يعني يقلد الناس أو يقلد من يراهم بدون أن يعلم هل هم على صواب أو على غير صواب. وهذا أمر ميسور ولله الحمد، ولكن الشأن في الاهتمام له وتحريه حتى يؤديه على ما أراد الله سبحانه وتعالى مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. لا شك أنه كما تفضلتم بعد أن يخلص الحاج في نيته ومقصده حينما يريد الحج، أول محطة يمر بها الحاج هو الميقات. نود أحسن الله إليكم بيان ما يتعلق بالميقات ابتداء الذي يمر به الحاج الذي أراد الإحرام للحج، وما يتعلق بهذا من سنن. نعم. وقبل ذلك تتمة لما سبق أن يخلص النفقة لله عز وجل في الحج، لأن تكون من مال حلال ولا يحج بمال محرم، فإن الله لا يقبل حجه الذي موله بمال حرام، لأن الله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا. والله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فعلى المسلم إذا أراد الحج أن ينتقي له نفقة طيبة وكسبا حلالا، وأن يتزود حتى يستغني عن الناس. قال الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيتزود بزادين: زاد السفر وهو الطعام والشراب، وزاد الآخرة وهو العمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ على هذه الإضافة القيمة في هذا الباب. نعود إلى الميقات أحسن الله إليكم، وهو المحطة الأولى التي يمر بها الحاج وما يتعلق بها. نعم. الحاج سيمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالإحرام من عندها. قد وقت صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، وقت لهم
ذا الحليفة، ذا الحليفة وهو وادي العقيق قريبا من المدينة. ووقتها لأهل نجد قرن المنازل وهو السيل الكبير، ووقت لأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل العراق ذات حرق، خمسة مواقيت على طرق الحجاج إلى مكة، فلا يتجاوزها من يريد الحج أو العمرة حتى يحرم منها، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذه المواقيت: هن لهن، يعني لهذه الجهات، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فلا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. ونية والإحرام هو نية الدخول بالنسك، ويتبع ذلك أن يتجنب محظورات الإحرام، ومنها أن يتجرد من المخيط إذا كان ذكرا، وأن يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين أو من أي لون كان غير الأحمر الخالص، وكذلك الأطفال الصغار إذا كانوا ذكورا فإن حكمهم حكم الكبار، وأما المرأة فإنها تحرم في ملابسها إلا أنها تتجنب الزينة في ملبسها وفي حليها وفي بدنها، تتجنب الزينة حال الإحرام أو بعده ما دامت محرمة. وإنما يحرم عليها شيئان: يحرم عليها النقاب والبرقع على الوجه، والقفازان وهما الجوارب على اليدين، وما عدا هذين فتلبس ما شاءت من اللباس الساتر غير الزينة، وسواء كان، وإلا أنها تلبس ما يلبس نساء بلدها، تلبس نساء ما يلبس نساء بلدها من غير زينة ومن غير إسراف. فهذا هو الإحرام، وأول ما محظوراته لبس المخيط بالنسبة للرجال، ونصب ولبس البرقع والنقاب والقفازين بالنسبة للنساء. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. اعتقاد البعض بأن الإحرام هو مجرد فقط الإزار والرداء، هذه ملابس الإحرام وليست هي الإحرام. الإحرام في القلب وهو النية، نية الدخول في النسك ولو لم يتجرد من المخيطات، إذا نوى دخول في النسك فقد أحرم، فينزع هذه الأشياء ولا يستحدثها بعد إحرامه، بل يبقى على إزار ورداء فقط. نعم، أحسن الله إليكم. بعض الناس يعتقد أن للإحرام ركعتين أو صلاة خاصة به. السنة أنه إذا صادف وقت فريضة فإنه يحرم بعد الفريضة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم بعدما صلى الظهر بذي الحليفة، فإنه يحرم بعد الفريضة، هذا أفضل. أما إذا كان في غير وقت فريضة فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة خاصة للإحرام، لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة خاصة للإحرام، ولكن إذا توضأ وتطهر وصلى بنية سنة الوضوء يكون ذلك أحسن وأتم، ثم يحرم بعد ذا بعد الصلاة سنة الوضوء. نعم،
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة الأولى من برنامجكم مظاهر الاتباع والابتداع في الحج، على أن نستكمل إن شاء الله تعالى رحلتنا في الحلقات القادمة. هذا يزيد الهريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.